معنا مجموعة من الأخبار اللي حصلت امبارح، ومن أبرزها أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استقبل رئيس الوزراء الهندي والوفد المرافق له في مطار القاهرة وعقدا جلسة مباحثات ثنائية. كمان أيضا رئيس الوزراء ترأس اجتماع المحافظين للاطلاع على استعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك. أيضا رئيس الوزراء تفقد المقابر المطلة على شارع صلاح سالم لبدء تنفيذ مقبرة الخالدين، وتابع العمل بعدد من قطاعات التطوير لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، وأخبار تانية نستعرضها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الهندي والوزراء والمسؤولين من الجانبين. واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمطار القاهرة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند اللي بيزور مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وبيضم الوفد المرافق لرئيس وزراء الهند كل من وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي وعدد من كبار المسؤولين بمجلس الوزراء ووزارة الخارجية الهندية. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وده لمتابعة عدد من الملفات في إطار الاستعدادات اللي بتجري لاستقبال عيد الأضحى المبارك واحتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو. في إطار استعدادات عيد الأضحى المبارك، كلف رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير اللحوم والأضاحي والشوادر على مستوى المحافظات، مع توفير السلع الاستهلاكية الأساسية في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية وطرح كميات مضاعفة منها، خاصة اللحوم الحمراء، مع تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر السلع الرئيسية وصلاحية السلع المعروضة، وأيضاً المتابعة الدورية للأسواق والإشراف الكامل على المجازر وتوفير الأطقم اللازمة لتشغيلها ومنح ذبح الأضاحي خارجها. امبارح أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتصريحات صحفية على هامش جولته بمنطقة المقابر بصلاح سالم، واللي جاءت في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة اللي أفضت إلى مخطط التطوير وعرض الرؤية المتكاملة لخطوات بدء تنفيذ مقبرة الخالدين لرفاة عظماء مصر. وفي مستهل تصريحاته، قدم رئيس مجلس الوزراء التهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أنه قام بصحبة عدد من الوزراء والمسؤولين بجولة كبيرة في منطقة القاهرة التاريخية والإسلامية لتفقد العديد من المشروعات اللي بتنفذها الدولة حالياً في هذه المنطقة. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومرافقه سير العمل بعدد من قطاعات التطوير لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، وأكد مدبولي أن تطوير القاهرة التاريخية جزء أصيل من خطة الدولة للحفاظ على المناطق التاريخية والمباني العريقة وإعادة إحيائها لتغدو مقاصد سياحية مهمة. امبارح أيضاً تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومرافقه مشروع تطوير حدائق الفسطاط، وتابع مدبولي أعمال تنفيذ المشروع في مجمل مناطقه، موجهاً بضرورة الإسراع في تنفيذ مختلف الأعمال بالمشروع للانتهاء منه في ضوء البرنامج الزمني المقرر وبدء تشغيله في أقرب وقت، بما يتسق مع رؤية الدولة لتطوير الوجه الحضاري للمناطق الأثرية والتاريخية بالقاهرة لجعلها مقاصد سياحية جاذبة. امبارح أيضاً أكدت الحكومة أنه لا صحة لإلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة عدم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، فضلاً عن عدم طرح الموضوع للنقاش من الأساس، ومشددة على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون إلغاء، مع تقديم كافة خدماتها الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان. أما بالنسبة لمحافظات مصر فهي كمان شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة اللي حصلت امبارح، من أبرزها بعد بدء أعمال الحفر بمشروع المدينة الشبابية البدوية في موط بالوادي الجديد، وتدشين مبادرة لتوفير اللحوم للمواطنين بسعر 180 جنيه للكيلو فلدة أهلية. معنا أيضا إطلاق قافلة تأمين طبي في مدينة رأس البر خلال شهور هذا الصيف، ومعنا أيضا لأول مرة جامعة المنيا تعد من ضمن أفضل الجامعات المصرية في تصنيف لايدن الهولندي العالمي، وأخبار تانية كتير هنستعرضها في السياق هذا التقرير. محافظة
محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والموضوعات، أبرزها محافظة الوادي الجديد أعلنت عن بدء أعمال الحفر والإنشاءات بمشروع المدينة الشبابية البدوية في مدينة طموط بمركز الدخلة والمقامة على مساحة 12 فدان، وده في إطار خطة المحافظة للنهوض بالمنشآت الرياضية وتطوير الأنشطة الشبابية واستغلال طاقات الشباب. وبيأتي تصميم المدينة على الطراز البيئي المستوحى من التراث الواحاتي اللي بتضم مباني إقامة سكنية ومباني خدمية وأنشطة ترفيهية وملاعب رياضية متعددة الاستخدام وحمامي سباحة وصالة مغطاة ونادي صحي وكهف الملح وبحيرة كبريت علاجية. محافظة الدقهلية دشنت مبادرة لبيع اللحوم الطازجة بمنافذ مواطنون ضد الغلاء بنطاق المحافظة بأسعار مخفضة 180 جنيه للكيلو بدلاً من 240 جنيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وده بجانب تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة. مديرية الصحة بدمياط أطلقت قافلة التأمين الطبي اللي بتستمر خلال فصل الصيف بمدينة راس البر، وده تحت إشراف قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، وبتقدم القافلة اللي بتتمركز يومياً من 9 صباحاً حتى 3 عصراً خدمات الرعاية العاجلة من كشف وعلاج بالمجان لزائري المدينة، خاصة مع تردد الآلاف من المواطنين على مدينة راس البر خلال فصل الصيف. جامعة المنيا أعلنت عن ظهورها لأول مرة ضمن أفضل 13 جامعة مصرية بتصنيف لادن الهولندي العالمي للجامعات، وأكدت الجامعة أن ظهورها في التصنيفات العالمية المرموقة جه نتيجة لآليات وأهداف وضعتها الجامعة لتحسين معدل معايير التصنيف الدولي بها طبقاً لمتطلبات جهات التصنيف العالمية ودعم الجامعة لباحثيها من خلال مكافآت النشر العلمي والمتابعة المستمرة للإنجاز العلمي لعلمائها. شهدت محافظة الغربية تدشين أنشطة وفعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي ضمن خطة المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية قرانشو مركز باسيون، وشملت الفعاليات تدشين القافلة البيطرية وتنفيذ القافلة الطبية وعدد من الفعاليات اللي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بمركز الشباب وورش العمل للتدريب على الرسم ومسابقة الشطرنج مع توزيع 40 كرتونة مواد غذائية و40 مساعدة مالية. حي ثني الزقازيق بمحافظة الشرقية شهد تنفيذ أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية، وده تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن، وده التكلفة إجمالية بلغت 5,185,000 جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022-2023 للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمنطقة. شهد أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر استمرار تحليق رحلات البالون بصورة طبيعية بخروج أكثر من 540 سائح من حول العالم على متن 25 رحلة بالون، وسط أجواء من البهجة والفرحة بين الجميع بخروج الرحلات مع تحسن الطقس. مديرية الزراعة بأسوان أعلنت فتح باب الحجز للخراف البلدي للأضاحي بسعر 168 جنيه للكيلو القائم، تم التسليم بمقر إدارة الإرشاد الزراعي وده بمقدم حجز 500 جنيه في إطار استقبال عيد الأضحى المبارك.